هلا، شلونكم؟ ان شاء الله بخير وبصحه. بس ان شاء الله راح نبدي باول محاضره من موديول الطب العدلي الفرنسيك ميديسن لمنهج كليه الطب جامعه بغداد المرحله الرابعه. طبعا هذا الموديول من احلى الموديولات، بمعلومات ما موجوده باي ماده، كلش ماده مشوقه وحلوه. ان شاء الله يا رب تستمتعون بدراستها وتستمتعون بالفيديوز ان شاء الله راح نشرحها. أول شيء المحاضرة من إعداد الدكتور الرائع دكتور نبيل غازي، يعني من الدكاترة اللي إحنا فخورين إنهم درسونا. بأول المحاضرة مثل أهداف، من نخلص المحاضرة لازم إنه إحنا نقدر نجاوبها. وأول شيء يكتب مثل مثال للمناقشة، هم بعدين حنجاوبه. يقول: تعرض شاب إلى حادث دعس بمركبة صغيرة وأدخل إلى المستشفى وأجري ما له ما يلزم، يعني resuscitation IV fluid وهكذا، لكنه توفي بعد 3 أيام. من راح يحرر شهادة الوفاة؟ اختار خيار واحد ووضحه: الطبيب المختص المعالج، يعني الشخص اللي عالجه، الطبيب المقيم الأقدم، المقيم الدوري، أو جواب آخر. هاي لازم، يعني ها كلش مهم السؤال اللي راح نجاوبه إن شاء الله بنهاية المحاضرة. أول شي راح ناخذ فكرة شنو هو الطب العدلي. الطب العدلي هو من أهم الفروع بالطب بصورة عامة أو بالقضاء. هو الفرع اللي يدرس الجانب الطبي للقضايا، أي قضية خاصة اللي بيها أشياء قانونية أو أشياء يعني قضائية، أشياء بيها يعني تتدخل بيها القضاء، هو يتصرف بيها الطب العدلي من الناحية الطبية، يعني الجانب أو الوجه الطبي للقضايا. فهو يربط بين الطب والقانون، وركن مهم يعني أركان كشف الجريمة. ليش؟ لأنه إحنا مثلا هسه قدامنا جريمة قتل، واحد مات ما نعرف، يعني احنا ما عندنا طبعا دي ما راح نعرف انه هذا سبب الوفاة شنو، ما راح نقدر نقدر شو وقت توفى، ما راح نعرف اذا مثلا واحد دينام متسمم باكل وريحه، اكو ريحه مال اللوز محروق، هذا تسمم املاح السيانايد. يعني هاي لو ما احنا عندنا طبعا دي ما راح نعرفها ونكتشف منو القاتل. وهاي فهو ركن جدا مهم، وبالدول المتقدمة يعني منطي أهمية كلش كبيرة. هسه راح يعني راح نكمل إن شاء الله. المسميات مال الطب العدلي هي لإسم طب شرعي، قانوني، قضائي، جنائي. بالبصورة يسموه طب الشرعي، إحنا نسميه طب عدلي، هم يسمون قضائي، قانوني، جنائي. إلى هو أسامي باللغة الإنجليزية هم forensic medicine or legal medicine. عندكم هنا أنا يقول لي هذا طبعا من اجى الMCQ، يعني هنا أنا بهذا السلايد، انه هسه الطب العدلي تابع ليا فرع علم الامراض، يعني فرع الباثو هو تابع لهم، فهذا مهم خلوها ببالكم. ويقول لي للطب العدلي جزئين اساسيين. الطبيب العدلي هو عبارة عن جزئين، جزء عام هو هذا اي طبيب عادي عندها، اللي هي الجراحة الباطنية عنده معرفة عنها، حتى الاناتومي الجاينيكولوجي. بس الطبيب العدلي عنده نوع أشياء خاصة، يعني مميزات خاصة ومعرفة خاصة بالمثلا السكشوال أبيوز، التشايلد أبيوز، الأسفكسيا، الخنق. فهاي يعني الطبيب العدلي يعرفها، الطبيب العادي يعني معرفة سطحية، الطبيب العدلي لا يعرفها ومتعمق بها. أهمية الطب العدلي هنا 3 أهميات. أولا يكشف لنا حقائق، سواء عن طريق فحوص الأحياء أو الأموات، وعن طريق هاي الحقائق نحقق العدالة. ثانيا يقدم إحصائيات. هسه إحنا بالصفحة مال الفيسبوك مال دائرة الطب العدلي نهاية كل شهر يقدمون إحصائية، كم عدد الوفيات مال الذكور ومال الإناث، شنو أكثر الوفيات كانت، مثلا إطلاق ناري، حوادث يعني طرق النقل والطرق، يعني الطرق حوادث يعني
مثلا RTA أو مثلا تسمم، فهو يقدم إحصائيات تفيدنا تعمد نسوي prevention للسبب نفسه. وبنفس الأشياء يعني هاي الثالثة أشياء مختلفة، مثلا تقدير الأعمار، إذا واحد إجى فاقد الوعي ما يعرف، نريد نقدر عمره، نريد نعرفه منه، ما عنده أي جنسية، ما عنده أي شيء، نفي أو إثبات البنوة أو التعرف على المجهولين، مثلا طيارة وقعت لا سمح الله وراحوا بيها، هم نتعرف عليها، كلها تحت إطار أهمية الطب العدلي. هنا راح يقول لي أصل كلمة فورنسيك جاية من فورنسيز اللي هي عند أو أمام الهيئة، يعني قدام المحكمة أو الناس المخولة. هنا دي يقول لي ليش لغة التدريس مالتنا مال الطب العدلي بالعراق هي باللغة العربية؟ لهواية أسباب. أول سبب إنه الطب العدلي هو يربط بين الطب والقانون، يعني مو بس الأطباء مهتمين به، حتى جماعة القانون مهتمين به، فيدرسوا المحامين يعرفون به، يدرسوا القضاة، وحتى الشرطة، الشرطة منتسبي الشرطة والهاية دائما يجون المشرحة يحضرون يتعلمون، بس يتعلمون أشياء سطحية طبية، إحنا نتعلم كل البلك الطبي، فيعني هم ما راح يدرسون إنجليزي، يدرسون عربي، فتعمد السرسرة موحدة، ما يصير تضارب بالمعلومات عربي إنجليزي، إحنا قمنا ندرس عربي. وهاي قلنا النقطة الأولى، قلنا النقطة الثالثة. النقطة الثانية تعمد إنه يعني من نكتب تقارير ووثائق طبية بعدين، مثلا المحكمة، مثلا شهادة وفاة، هاي كلها راح تروح للناس العامة الشعب أو تروح للمحكمة، فتكون باللغة العربية أكيد. وعندنا هم يقول لي أكو طابع محلي، طابع محلي مثلا الطب العدلي بالدول الشرقية لها مهمة بعد من هاي الناحية أكثر من دول الغرب، يعني يهتمون مثلا بالسكشوال أبيوز أو يهتمون بالهايمن ممبرين، هاي العذرية فيرجينيتي يهتمون بها كلش، يعني فحوص، ترى فحوص غشاء البكارة هاي تجي للطب العدلي، مال العذرية ترى كوما، وحتى مال الصدومية هاي الهوموسكشواليتي، ها كلها تجي للطب العدلي بالدول الشرقية هواية، يعني فنحتاج يعني عرب الطب، يعني الطب العدلي صار يدرس بالعربي، تعمد الأطباء منهم طلاب يستعدون شلون يتعاملون شلون يكتبون ويا مصطلحات يتعاملون بيها، لأن بالنهاية هاي القضايا يعني عندنا شوية يعني عليها ضوء بالعراق أو بالوطن العربي بصورة عامة. عندنا وخامس شيء يقول لي فكرة تعريب الطب موجودة، ويعني الطب العدلي يقولوا من الفروع اللي أولى بالتعريب. المهم يعني احنا حكينا يعني الاشياء، الاهم شيء انه لازم تعرفون انه هي الطب العدلي مو بس الاطباء، للكل، اي احد العلاقة بالقانون والقضاء الطب العدلي يدرسه. هسه راح نبدي نحكي فذلكة او موجز تاريخي قديم. اهم شيء لازم نعرف انه شنو اقدم شريعة انا هسه نشرتها، هي شريعة اورنمو. شنو شرائع الاخرى مثلا لبت اشتار وغيرها من الشرائع. وهنا راح يبدي يحكي عن التاريخ، شلون اول مختبر اسس بغداد، شو قد ياسنة وراها، راح يحكي عن الاطباء ب 1920، شرحت اول جثة عند شرحها طبيب اسمه أكوب جوبانيان، هذا طبيب بريطاني وساعد طبيب عراقي. وطبعا ب 1921 اول مره سوى وزاره الصحه بالعراق وترأسها الدكتور حنان خياط. ب 1932 الدكتور احمد عزت القيسي رجع من فرنسا اول طبيب عراقي عنده اختصاص بالطب العدلي. وب 1941 اسسوا بنايه الطب العدلي حاليا، كانوا يسموها معهد الطب العدلي، هسه اسمها بنايه دائره الطب العدلي. ويقول لي ب 2013 نشروا قانون جديد للطب العدلي بجريدة اسمها وقائع العراقية، مهم اسم الجريدة، وراها كاتب عن مدراء دائرة الطب العدلي، اول مدير هو الدكتور احمد عزت القيسي،
ودكتور الحالي يعني حاليا هو دكتور زيد. هنا يقول لي أهم شيء لازم نعرف منو درس، يعني منو درس منو. هنا نهاية تاريخ شعبة الطب العدلي بكلية الطب، هي جانبين، جانب نظري وجانب عملي. الجانب النظري درسه حنا الخياط، الجانب العملي ما تشريح الجثث درسه أكب جبانيان. بالنظري منو حنا الخياط، العملي أكب جبانيان. حنا الخياط بما أنه هو درس جانب نظري فيحب الكتب والقراءة وهاي، فسوى أول كتاب عراقي عن الطب العدلي اسمه دليل في مسالك الطب القانوني، هذا كلش مهم اسم الكتاب، تمام؟ فهاي لازم نعرف انه حنا الخياط شنو هو. ألف أول كتاب بالطب العدلي دليل في مسالك الطب القانوني، درس الجانب النظري بكليتنا، وكان أول وزير صحة عراقي. أكوب جبانيان درس الجانب التشريحي. أحمد عزة القيسي أول طبيب مختص بالطب العدلي رجع من فرنسا وترأس دائرة الطب العدلي. هنا أكو سؤال بالأصفر يقول لي هذا أول كتاب عراقي بالطب العدلي أصدره ب 1925 وكلية الطب تأسست ب 1927، يعني الكتاب مال الطب العدلي أصدر قبل سنتين من تأسيس كلية الطب، فعلي من هو سوى هذا الكتاب؟ المن سوى؟ إذا هو كلية الطب ماكو بالعراق، المن سوى هذا الكتاب؟ يعني الجواب سوى الكلية الحقوق، تمام؟ سوى لهم، لأن قلنا مو بس إحنا ندرس الطب عادي هم هم يدرسون. أما هسه الأنظمة الطبية العدلية ها كلش مهمة. نظام الطب العدلي هو باختصار هو مثل اللاينز أو الجايدلاينز تمشي عن طريقه يعني التشريع بالدولة. أكو نظامين أساسيين، الأنجلو ساكسون اللي هو ببريطانيا والنابوليون اللي هو فرنسا. من هاي الأنظمة تفرعت أنظمة لخ، هاي هي المهمة. أول واحد الكورونر، ثاني واحد الميديكال إكزامينر، والكونتيننتال والفيسكال، ونظام العراقي. عندنا أما نظام الكورونر، الكورونر هو وين سائد بإنجلاند وويلز يعني ببريطانيا. يقول لي هاي شنو؟ الكورونر هو شخص اسمه كورونر، عنده شهادة يعني بالطب العدلي واختصاص، يعني عنده شهادة طبية يعني دكتور، وعنده شهادة قضائية ومنصب قانوني، يعني عنده شهادتين، تمام؟ فهذا هو يروح وين اكو جريمة، واحد اختنق تسمم لقوه مضروب طلقتين بفد بشارع، واحد يعني لقوه sexually abused وميت، هو هذا الكورونر يروح يباوع، هو يقرر يرسله يعني يسوله تشريح لو لا، هو يقرر يرسله الطبيب الأحياء لو لا، فهو بإيد السلطة. فالهدف من هذا النظام هو التعرف على سبب الوفاة أولا، ثم الكشف عن الدوافع الجنائية. هاي كلش مهمة، لازم نعرف شنو هدف النظام. قلنا الكورونر يريد يعرف سبب الوفاة، بعدين نشوف أكو حوادث يعني أكو أسباب جنائية لو لا، فهو لازم يسوي تشريح لكل الجثث. تقريبا 85-90% الجثث تشرح، لأن هو ما يهتم يعني ما يهمه هاي الجثة انقتلت لو لا، يريد يعرف سبب الوفاة، فسبب الوفاة لازم يشرح. فقلنا الكورونر هو إذا راد يشرح قال أني هاي الجثة لازم أشرحها، يحيلها الطبيب المشرح اللي يسموه فورنسيك باثولوجيست، فهاي مهمة هم لازم نحط احتمال تجي ام سي كيو انه الطبيب العدلي الفورنسيك باثولوجيست هذا بيا نظام الكورونر، هذا ما نفحص الاموات. اما اذا الكورونر لقى واحد سكشولي ابيوزد بس ما ميت، ما يودي الفورنسيك باثولوجيست هذا مال الاموات، يودي مال الاحياء يسموه جراح الشرطة اللي هو البوليس سيرجن. فهو ها باختصار مثلا بانجلترا
صارت حادثة مال مثلا واحد مطعون، هو راح يروح إذا لقاه ميت يودي طبيب الأموات فورنسيك باثولوجيست ويقول له شرحه، 90% يقول له شرحه، هو يريد يعرف سبب الوفاة. إذا لقاه بعد ما ميت ينقله الجراح الشرطة البوليس سيرجن. أما النظام الآخر هو نظام الفحص الطبي الميديكال إكزامينر، هذا مطبق بالولايات المتحدة الأمريكية. هنا الطبيب بس طبيب، يعني ما عنده اختصاص بالقانون والقضاء، لا طبيب بس، هو فقط طبيب عنده شهادة بس طبية، بس عنده صلاحية قانونية. يعني هو ما عنده شهادة قانونية بس عنده صلاحية، طبيب عادي بس عنده صلاحية قانونية. هذا يروح ويا من يروح مثلا صارت قضية، يروح ويا المحقق يزور محل الحادثة، يقابل المتهم، ياخذ عينات، يشرح الجثة، وهو اللي يقرر الجثة تحتاج لو لا، هو يقرر. يعني الطبيب هو يقرر. هذا أصلا موجود حتى باليابان، يعني حسب اليابان إذا صارت قضية يروحون هناك المحل الحادث ويعني يقابل المتهم ويحكي وياه. وأهم شيء لازم نعرف إنه هو طبيب وعنده صلاحية قانونية، يعني يروح المحل الحادث. الكونتيننتال اللي هو بفرنسا معظم دول أوروبا، هنا القضاء بجانب والتحقيق بجانب، القضاء والتحقيق بجانب والضباب العدلي بجانب. يعني من يصير حادثة طبيب ما يروح، طبيب العدلي ما يروح، يروحون الشرطة والمحققين وهم يقررون يودوا للطب العدلي لو ما يودوا، هم يقررون. يعني مو الطبيب يقرر، ولا أكو كورونر، الأطباء ما لهم صلاحية أصلاً قانونية نفس الميديكال إكزامينر. هنا الطبيب بوحد والقضاء بوحد، والهدف من هذا النظام هو تشخيص الجريمة ونفيها بعدين سبب الوفاة. لذلك التشريح قليل، يعني هو بس يريد يعرف انه اكو سبب، يعني اكو دافع جنائي لو لا، يريد يعرف اكو جريمة قتل لو لا، اذا ما اكو يشرح الجثة. يعني ذلك واحد متسمن، يشوفون يعني أجواء الحادثة، إذا اقتنعوا أن التسمم انتحار أو تسمم عارضي ما يشرحوها، فهم اللي يحددون. القضاء هو يحدد يريد يشرح له لا. فهنا أنا يقول لي أنه المشكلة، أنه مشكلة هذا لأن الجانب القضائي ما إلى دراية طبية ما يعرف، فيعني هواي قضايا تضيع وتشتت الجهود، لأن طبيب الأحياء هو نفس طبيب الأموات، مو نفس الكورونر طبيب الأموات وحاض طبيب الأحياء وحاض، فهنا تشتت الجهود. أما نظام الفيسكال اللي هو مطبق بس بسكوتلاند بس فقط، هي هذا النظام بين الكورونر وبين الكونتيننتال. الطبيب مال الأحياء هو نفس طبيب الأموات نفس الكونتيننتال، بس عنده شوية صلاحيات قانونية، يعني مو نفس نظام الكونتيننتال كل شيء ما عنده. والغاية الأساسية هو كشف الجريمة نفس الكونتيننتال بعدين يلا سبب الوفاة. النظام العراقي يشبه نظام الكونتيننتال، يشبه مو نفسه، مو نفسه، هاي لازم تنتبهوا له، يشبه. فشنو فكرته؟ نفس الفكرة تقريبا، انه القضاء بجهة والطب بجهة. القضاء هو يحدد أريد أشرح الجثة لو لا، أوديها للطب العدلي لو لا. الطب العدلي هي جهة تنفيذية فقط، وطبيب الأحياء هو نفس طبيب الأموات، والغاية الأساسية هي كشف الجريمة ثم يلا سبب الوفاة، فمو كل الجهات تشرح. فهنا شي يقول لي هنا القانون الجديد بالعراق مال الطب العدلي نشر بالجريدة مال الوقائع العراقية ب 2013. وهنا أنا أكو هاي أشياء مهمة أنا أشرتها بالوردي. يقول لي بعض المحافظات، يعني مو بغداد، محافظات أي ما أعرف صراحة يا محافظة، بس ماكو أطباء عدلين يشرحون الجثة. فعادة جراح هو يشرح الجثة، طبيب جراح سيرجن، يعني مو طبيب باطنية، جراح هو يشرحها بعد أن أخذ دورة بدائرة الطب العدلي. فليش يعني ماكو أطباء عدلين؟ عددهم قليل بالعراق كله كم طبيب، أغلبهم بغداد.
فلذلك المحافظات اللي ما بيها طبيب عقلي الجراح يشرحها، وبعض الأحيان يضطرون ينقلوها لدائرة الطب العقلي ببغداد. والنقطة اللوخ يقول لي إذا أهل الميت ما رادوا التشريح، مين يريدون جثث تشرح؟ أكون نص يقولون حرام، نص يقولون مريض، نص يضوجون من فكرة التشريح. فلذلك الجثة تنحفظ بثلاجة مال الطب العدلي، يخلوها ما يشرحوها، والأهل يروحون يعني يأخذون موافقة القاضي، إذا وافق يأخذون الجثة مال ميتهم ويروحون للمستشفى. المستشفى هناك يكتبون الشهادة مع الوفاة، يكتبون بسبب الوفاة انه الشهادة منحت استنادا على قرار القاضي. يعني مثلا واحد فجأة مات ما يعرفون ليش مات، المفروض يشرح تعمل يعرفون هو ليش مات، شنو السبب المات بي. اهل ما قبلوا يروحون يراجعون القاضي، اذا القاضي قبل ما تشرح الجثة يأخذون ميتهم يروحون المستشفى، وبسبب الوفاة ما حد يعرف سبب الوفاة لين ما شرحوا الجثة، فيكتبون انه قاضي التحقيق هو وافق وما شرحت الجثة. يعني اما اخر نقطة يقول لي هاي الحل مال سؤال بذات المحاضرة، يقول لي اذا مثلا واحد اجى عنده MI بالمستشفى ومات، الاطباء اللي عالجوا ما يصير يكتبون شهادة الوفاة، الطبيب المعالج ما يصير يكتب شهادة الوفاة لا بالمستشفى ولا بدائرة الطب العدلي، ما يصير يكتبه، لازم غير طبيب. وإذا مثلا واحد إجا مطعون بسكين إلى مستشفى للطوارئ ومات، لأن هم الأطباء ما يكتبون شهادة الوفاة، لازم يخابرون الشرطة، الشرطة يودوها لدائرة الطب العدلي وهم يكتبوها. فهاي لازم تنتبهوا لها كلش مهمة. نانا يقول لي رسالة من شعبة الطب العدلي، يقول انه يعني صراحة يعني الفرع مال طب العدلي من اكثر الفروع المتعاونة وتنطي يعني المادة حقها، فهم صراحة ما يقصرون، ان شاء الله يعني تستمتعون بدراسة هذا الموديول، صراحة يعني اكثر موديول انا حبيته بالمرحلة كلها. وهنا الاهداف يقول لي انه يعني لازم من تتخرجون تكونون قادرين على التعامل مع الحالات اللي حتواجهوها يوميا بالطوارئ، يوميا يجوز حيجيكم واحد مضروب طلقة أو مضروب سكينة، فيعني لازم نعرف شلون نتعامل وياه، ولازم تكونون قادرين على كتابة الوثائق شهادة الوفاة، يعني كذلك قادرين على كتابة بحوث طبية عدلية، كذلك ترغيب انه واحد يختص بالطب العدلي صراحة فرع رائع، صح يعني ما ماخذ حقه بالعراق بس هو فرع يعني كلش رائع. اما الخلاصة والاستنتاجات فهنا ان اهم شيء لازم نتذكر انه قدم شريعة اورنمو، نتذكر الدكاترة اللي هم دكتور حنان الخياط اللي درس الجانب النظري واللي ألف اول كتاب الدليل في مسالك الطب القانوني وهو اول وزير صحة، الدكتور احمد عز القيسي اول مدير دائرة الطب العدلي وأول طبيب مختص، والأنظمة حكينا عنها. فبهيش خلصنا أول محاضرة، إن شاء الله تكونون استفادتوا منها، وهي محاضرة سهلة يعني بس النقاط اللي أشرنا عليها يعني تحتاج شوية ميموريزيشن، إن شاء الله يا رب التوفيق.